السلام عليكم، ازيكم؟ مفيش شك ان شهر نوفمبر هو اهم شهر بالنسبة للدولة المصرية كلها في سنة 2022. ده الشهر اللي مصر هتطلع على المسرح العالمي، تاخد خطوة كده وتقوم طالع على المسرح، كل وسائل الاعلام هتقعد تصور، كل الصحف هتغطي اللي بيحصل في مصر. والحقيقة ده كله بيرجع لمؤتمر المناخ كوب 27، والمؤتمر اللي هو هيشغل فكر العالم كله. ليه؟ خلي بالك ده مش مؤتمر مناخ اصلا، ده تجمع سياسي بارز جدا، وده ممكن يكون اقوى من الجي 20 اللي بيعقد في اندونيسيا. ايه الجي 20 ده؟ جي 20 ده مؤتمر لاقوى 20 اقتصاد في العالم. كوب 27 هو مؤتمر بيجمع قادة دول العالم كلهم، ال 190 دولة لازم يبعتوا ممثلين ليهم، سواء بقى رؤساء وزراء، رؤساء او ممثلين عاديين زي وزراء الخارجية، بس في الاخر كل دولة لازم تبعت وفد رسمي عنها. والحقيقة العالم هو بيراقب الموقف المصري بيراهن على حاجات كتير قوي. بيقولك الموقف المصري في قمة المناخ في شرم الشيخ هيكون موقف معقد جدا، لان مصر عندها دلوقتي ازمات اقتصادية. مش بس كده، الحكومة خدت قرارات جريئة جدا قبل توعد بتظاهرات 11/11، وخدت الملف لاقصى مدى، واي قرارات محدش كان يتوقع انها تتاخد قبل تظاهرات 11/11 الدولة خدتها. رهان غير طبيعي على الشعب المصري، وان مفيش اي تحركات هتحصل، واحنا بنراهن وبننزل بثقلنا. في حين ان معارضة مصرية خدت الموضوع ده وقالت لك ده رهان كويس جدا، والحكومة قدمت لنا اوراق كتيرة نعرف نحشد بيها الشعب عشان نعرف ندمر البلد ونخلي مصر وهي طالعة على المسرح منظرها وحش قوي، وهي بتواجه العالم يبقى كلها اخبار طالعة عن تظاهرات واحتجاجات وحاجات زي كده. هتساعد المعارضة في توجيه رسالة سياسية قوية جدا للعالم بتواجد احزاب معارضة كتيرة، من ابرزهم جماعة الاخوان المسلمين اللي هتقدر تعود على المشهد تاني انها تقدر تحرك التظاهرات في الشارع المصري. ايه اللي هيحصل بالظبط في شهر نوفمبر؟ لان هو شهر خطير جدا. والاكتر من كده، ايه اللي بيحصل بالظبط في الاقتصاد المصري؟ هل الاقتصاد المصري ماشي صح ولا غلط؟ واحنا نعمل ايه؟ نستثمر فلوسنا ازاي؟ نحطها في ايه بالظبط؟ لان الدولار كل يوم بسعر. بس تعرف هقول لك، عشان اقول لك لازم احكي لك القصه من الاول. نخش في موضوع على طول. ايه اللي بيحصل بالظبط في قمه المناخ؟ قمه المناخ دي هو الحدث الابرز في جمهوريه مصر العربيه حاليا. حقيقه انا لقيت مقاله نازله في يورو نيوز، ويورو نيوز ده موقع قوي جدا بيغطي الاخبار الاوروبيه بشكل دقيق. يعني مش سهل تلاقي يورو نيوز بتقلش، خلاص مش سهل، يعني ممكن تقلش بس مش سهل قوي. يورو نيوز بتقول لك ايه؟ بص، يورو نيوز كاتبه مقاله فيها كميه اخبار قويه جدا، تقول لك مين ابرز القاده اللي هيحضروا قمه المناخ في مصر. اول حد يورو نيوز مهتمية بيه هو جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا الجديد. بالمناسبة معلومة كده على الجنب، جورجيا ميلوني ما بتحبش يتم وصفها رئيسة وزراء بريطانيا، بتحب أن يتم وصفها رئيس وزراء بريطانيا كذكر مش كست خالص. لما تيجي تصف رئيس وزراء بريطانيا تقول رئيس وزراء بريطانيا الجديد جورجيا ميلوني، هي عاوزة تبقى كده، والست دي هتخرب الاتحاد الأوروبي وتخرب إيطاليا وتبع الفكر الفاشي. ما علينا، الست هتيجي في أول قمة كبيرة جدا هتحضرها بشكل شخصي هيكون في مصر. تاني شخصية بارزة هتحضر قمة المناخ هو أولاف تشولز، المستشار الألماني المعروف، هيجي مصر وبيأكد إن هو جاي. مش بس كده، إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي برغم إن هو عنده مشاكل كتيرة جدا في فرنسا والاحتجاجات شغالة بدون انقطاع، يعني واضح كده إن جريدة الجارديان كانت صحيحة جدا في وصفها للشعب الفرنسي، قالت لك الشعب ده يحب جدا التظاهر جدا، أي حاجة بتحصل لأي واحد فرنسي بيحب جدا ينزل الشارع ويعبر عن غضبه والكلام ده. فإيمانويل ماكرون عنده تظاهرات بس هيسيبها ويجي قمة المناخ. أبرز ملف وأبرز حد يورو نيوز مركز عليه إردوغان، وهو بقى اجابه السؤال اللي قعدت اساله لنفسي، اردوغان هيجي ولا مش هيجي؟ يورو نيوز بتقولك على فكره وفقا لكلام او تصريحات طالعه من الجانب التركي، اردوغان بالفعل ممكن يحضر قمه المناخ في مصر، ودي بقى هتبقى نقله غير طبيعيه. يعني انا مش مصدق الراجل ده لو جه، انا هبقى متفاجئ بشكل كبير قوي. ازاي اردوغان يحضر قمه المناخ؟ ده يورو نيوز هي اللي بتقول التصريحات دي، وبتقولك دي تصريحات طالعه من الحكومه التركيه ان اردوغان بيفكر يجي قمه المناخ. ليه؟ لان هو فوت القمه اللي حصلت في جلاسكو، ما حضرش القمه اللي حصلت في اسكتلندا اللي هي الكوب 26، وعاوز يحضر قمه المناخ اللي في مصر لان قاده العرب كلهم موجودين. بس ده من عندي، المقاله ما قالتش كده، بس انا بقول لك قاده العرب كلهم موجودين. يعني هتلاقي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان موجود، هتلاقي رئيس الامارات او حاكم الامارات الشيخ محمد بن زايد موجود، زعماء الخليج كلهم هيبقوا موجودين ان شاء الله. فاردوغان مش عاوز يفوت الفرصه دي،
عاوز يجي، بس لحد دلوقتي مفيش حاجة أكيدة، هو دي توقعات. المشكلة كلها في ملف بريطانيا. ريشي سوناك طلع بيان وقال لك أنا مش جاي. الظاهر كده مفيش حاجة أكيدة، بس أنا بقول لك الظاهر الأمريكان بيضغطوا على البريطانيين ريشي سوناك يحضر. فالنهاردة طلع أخبار إن ريشي سوناك بيراجع نفسه أو عمال يفكر ولسه بيتداول الأخبار مع نفسه، يجي ما يجيش، ده آخر كلام لسه طالع من يورو نيوز. بس كينج تشارلز مش جاي، ملك إنجلترا كينج تشارلز مش هيجي، مش هيحضر قمة المناخ ولا هيلقي خطبة ولا أي حاجة. بس في واحد تاني في بريطانيا هيجي، وهو مين؟ مش هتصدق، بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق، عاوز يجي مصر بشكل كبير قوي، وعاوز يحضر قمة المناخ، ومتمسك ان هو يبقى من اوائل الحضور في قمة المناخ دي، برغم ان هو فقد منصبه، بس هو مهتم جدا بقمة المناخ، وكان مبسوط قوي بتنظيم بريطانيا قمة المناخ السابقة، فعاوز يجي مصر. الباقي هتلاقي اسماء غريبة شوية، يعني بيقولك الصين جاي، على حسب يور نيوز بورد الصين هيكون ليها دور كبير قوي في قمه المناخ، وهيحضر الرئيس الصيني شي نتيجه للعلاقات المتميزه بين مصر والصين، فرئيس الصين هيجي. لولا اللي هو رئيس البرازيل الجديد هيبعت وفد، ده اللي بتقوله يور نيوز، مش جاي، برغم ان مصر دعت لولا بشكل رسمي الا ان هو مش هيجي يحضر قمه المناخ. ده اللي طالع بخصوص قمة المناخ. طبعا جو بايدن من ابرز الحضور، طبعا اغلب القادة العرب هيحضروا، يورو نيوز ما غطتش هل بوتين يجي او ما يجيش، ما غطتش الحتة دي فما قالوش، ده اللي قالته يورو نيوز. فانت عندك حدث عالمي كبير جدا في ظل اوضاع اقتصادية صعبة للغاية على الشعب المصري. النهاردة الدولار بيسجل 24 جنيه و10 قروش، والحقيقة ده رقم اول مرة يتم تسجيله في البنوك الرسمية المصرية، ان انت تلاقي 24 جنيه. بس اللافت في النظر ان هو منزلش الهبدة الكبيرة، يعني حد دلوقتي ما كسرش 25، خد بالك الحتة دي، هو نزل جامد جدا من 19.80 فجأة كده بقى ب 23، انما عمال ينزل ببطء من عند ال 24 في مقاومة. طيب ليه نزل الهبدة دي كلها؟ بص، هو نزل الهبدة دي كلها لكذا سبب. اولا انت عندك بضائع كتيرة قوي واقفة في المواني، الناس عاوزة تحاسب عليها، وعاوزين دولارات بشكل كبير جدا عشان يعرفوا يدفعوا قيمة البضائع دي، خاصة لما بنك مركزي طلع قرار وقال لك انا هشيل اعتمادات المستندية على اي شحنة جاية باقل من 500,000 دولار. اي حد عنده شحنة اقل من 500,000 دولار هيطلعها. اخر كلام طلع النهاردة ان البنوك قدرت تدبر دولارات لاربع تلاف شحنة واقفة في المواني. خلاص، الشحنات دي مستلزمات انتاج. مستلزمات انتاج دي الكلمة دي معناها ان هي مواد بتخش في التصنيع المصري، مصانع مصرية جايبة مواد عشان تصنعها وترجع تصدرها او تدخلها السوق المصري. فالبنك المركزي والبنوك المصرية مهتمية جدا بتدبير العملة دي لمستلزمات الانتاج المصرية عشان المصانع المصرية متقفش. تاني حاجة بيقولك مواد غذائية، انت عندك حاجات كتير قوي بتستوردها من بره. يا جماعة احنا بنستورد تقريبا 80% من اللي بنستهلكه. خلاص، مصر بتستورد 80%. انا بس عشان تعرف الازمة ماشية ازاي، لان الخبر اللي طالع بخصوص تدبير البنك المركزي دولارات لاربع تلاف شحنة ما قالش من كام شحنة، يعني 4000 شحنة واقفة ماشي، بس من كام شحنة عندك مركونة بقالها كتير تقريبا من اول الشهر اللي فات قد ايه؟ ما قالش. بس في تصريح طالع يقولك احنا قدرنا ندبر في يوم واحد، كان عندنا 1150 طلب شحنة، دبرنا ليهم 650 تقريبا، كده هو بيدبر النص ماشي. وخلي بالك هو بيركز على مستلزمات الانتاج والمواد الغذائية دي اللي بيحاول يسددها على طول، بيحاول يجيب لها دولارات من تحت الارض بحيث يتم الافراج عن مواد غذائية، مش عاوز يعمل صدمة في السوق ولا عاوز يوقف الاستيراد، بالعكس هو عاوز ينقذ المصانع المصرية في الاول. اخر حاجة ممكن تتوقع ان يتم الافراج عنها او تدبير دولارات ليها هي العربيات. العربيات سلعة استفزازية من وجهة نظر البنك المركزي، او دي حاجات بتطلع الدولارات بتاعت البلد بره، فعاوزين كده يأجلوا موضوع العربيات ده شوية. بس توقع اي حاجة تانية هيقعدوا يدبروها، يدبروا لها دولارات. تيجي تسأل نفسك وتشوف هل الدولار ممكن خلاص وصل للآخر وهيبتدي ينزل قصاد الجنيه؟ انا اتوقع، معلش يعني انا مش خبير، بس انا اتوقع طول ما حرب روسيا واوكرانيا شغالة الدولار ده مش هينزل، معلش ماشي، ولو نزل هينزل بحاجات قليلة، لان على فكرة الظروف هي هي، وابرز حاجة مأثرة عليك هي حرب روسيا واوكرانيا. فطول ما الحرب دي شغالة ما تتوقعش الدولار ممكن ينزل قصاد الجنيه، بالعكس ممكن يفضل يطلع بس بشكل بطيء شوية. ده توقع، ده مش مصدر، بس عشان اقول لك الدنيا ماشيه ازاي. تيجي تسال نفسك طب احنا نعمل ايه دلوقتي، يعني ايه ابرز حاجه ممكن نعملها لو احنا معانا فلوس او عاوزين نستثمر فلوسنا والكلام ده كله؟ هيبقى السؤال في مثل بسيط جدا. في مثل كده عند الامريكان يقول لك ايه، يقول لك when there is blood in the street buy assets، يعني لما تشوف دم في الشارع زي اللي احنا بنشوفه في حرب روسيا واوكرانيا مثلا او
الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا بنعدي بيها دي كلها، لما تشوف دم في الشارع اشتري اصول. الاصول دي حاجتين، يا شقق وعقارات يا اراضي، دول حاجتين تستثمر فيهم. طب الابرز والاقوى بالنسبه لك طبعا العقارات، يعني انت تشتري عقار ده استثمار هايل. واديك شايف انت مثلا اي حد اشترى عقار قبل التعويم الاخير ده وقبل ما الدولار يوصل 24 كسب مكاسب غير طبيعيه، لان على فكره العقار ما بيخسرش. اوعى تفتكر لا الارض بتخسر ولا العقار بيخسر، الحاجتين دول ما بيخسروش، ده حتى الدهب ممكن يخسر والعقار ما يخسرش. شوف قد ايه. ليه؟ احنا دوله ناميه، الدوله الناميه دي في طلب كتير قوي على العقارات، واحنا كتير يا جماعه، احنا 104 مليون، فانت في ناس كتير عاوز تسكن، فكونك ان انت تشتري عقار حاجه عظيمه جدا. هل اشتري اي عقار ويتنصب عليا؟ بص، في مشروع محدش واخد باله منه، ده هو مشروع الجلاله. ده مشروع الجلاله هيبتدي يقوم، وخلي بالك من الحته دي، هيبتدي يقوم واحده واحده، والعين ابتدت تبقى عليه، خاصه ان انت دلوقتي ابتدت تطلع اخبار ان مشروع الجلاله ده عاوزين يودوا سياح هناك، عاوزين يفرجوهم على مشروع الجلاله ويوروهم الدنيا ماشيه ازاي والكلام ده كله. المشروع ده مش مسمع زي العلمين الجديده مثلا، مش مسمع، بس ده بتاع المستقبل. خد بالك بقى من الحته دي، ده بتاع المستقبل، لان المشروع ده لسه بكر، والمشروع ده فيه جامعه يا جماعه، في جامعه هناك فيها 5000 طالب، وفي خلال سنتين هيبقى فيها 25000 طالب، فده مشروع المستقبل. والعقار اللي انت تشتريه هناك هيبقى كنز، بس منتجع الجلاله ده كنز، انا بعتبره كده. طيب ايه اللي ممكن تروح تشتريه هناك؟ الحقيقه في شركه اسمها بيتر هاوس، بيتر هاوس عامله كومباوند هناك اسمه فيدالا. كومباوند فيدالا ده رهيب. ليه بقى؟ اولا انت بتتكلم على ان بيتر هاوس دي سمعتهم زي الاسمنت اللي بيبنوا بيه العقارات بتاعتهم، يعني سمعتهم قويه جدا في السوق. تاني حاجه، مشروع فيدالا ده على مساحه كبيره جدا، والمباني فيه 18% بس، الباقي كله غابات صناعيه، لاجونز او انهار، بتتكلم على مساحات شاسعه من الخضره، زائد منظر غير طبيعي قدامك، ده بص على البحر، يعني منظر غير طبيعي، فانت بتتكلم على مشروع خرافي. بس خد بالك ان المشروع ده من الجيل الرابع. يعني ايه الجيل الرابع؟ يعني كل البنيه التحتيه بتاعته عن طريق انفاق. ازاي؟ يعني الصرف الصحي والكهرباء والتليفونات والانترنت وكل حاجه معموله في انفاق، بحيث بقى ما يجيش بقى حد يصحيك الصبح يقول لك معلش احنا بنحفر يا بيه عشان نصلح ماسوره الميه اللي ضربت، او يقول لك معلش يا بيه اللودر جاي عشان نعرف نحفر اكتر ونصلح حاجات الصرف او وسيله الصرف، مفيش الكلام ده كله. مشروع من الجيل الرابع، كل حاجه فيه منظمه للغايه، ومشروع معمول على اساسات صحيحه جدا. الابرز حاجه في المشروع ده ان فيه خدمات غريبه جدا، انت بتلاقي واي فاي مركزي، كيبل مركزي او ساتلايت مركزي، تعرف تقلب التلفزيونات وانت قاعد. تالت حاجه، الجو هناك غير طبيعي، غير طبيعي، جو حلو جدا، والمنظر نفسه هايل. كل ده مع ايه بقى؟ مع الناس اللي تيجي تسال نفسها، طب انا لما اشتري عقار هنا وما رحوش، انا دلوقتي قاعد في القاهره، انا ليه هوديني العين السخنه؟ حاجه اقول لك لا، ثانيه واحده، انت ممكن تاجر العقار بتاعك. هتيجي تقول لي ما فيش حد هناك، اجر له ايه؟ ده انت بتقول العين السخنه دي او مشروع الجلاله مش هيبقى فيها ناس كتير وما فيهاش رجل كتير. ثانيه واحده بس، اولا خلي بالك من مين العين السخنه، ابتدى يبقى فيها شركات عالميه كتير قوي، فيها اجانب، مهندسين بارزين، الناس دي كلها عايز تسكن. تاني حاجه، انا جيت قلت لحضرتك هناك في جامعه، يعني جامعه، طلاب، دكاتره، الكلام ده كله، في رجل. تالت حاجه، اصلا اللي هياجر لك مش انت، اللي هياجر لك هي المنتجع نفسه او الكومباوند نفسه اللي هو فيدالا، هم اللي هياجروا لك المنزل وهم اللي هيشغلوه. وخلي بالك الموقع ده ما فيهوش لا نصب او حته تشكيك او حاجه، لان الموقع اصلا في 70% منه اتبنى، يعني هم بانيين الموقع اصلا، ناس جامدين جدا. وعاوز اقول لك ان المنتجع موجود والخدمات بتاعته متوفره، امن على اعلى مستوى، كاميرات في كل حته. بص الناس دي عملت مشروع في منطقه الجلاله، وعاوز اقول لك لو رحت وشفت الموقع على الطبيعه موضوع تاني خالص، وده استثمار. تخيل انت تبقى قاعد والعقار بتاعك قيمته بتزيد وفلوسك مضمونه، في نفس الوقت بيطلع لك فلوس كمان، يعني انت مثلا ايه مش حاط فلوسك في البنك وخلاص، لا لا لا، ده فلوسك مضمونه وقيمتها بتزيد وبتجيب لك فلوس كل شهر. مشروع هايل، مشروع فيدالا ده ما ينفعش يعدي منك لو انت مستثمر او حضرتك بص ان انت تشتري عقارات، هو مشروع فيدالا ده بتاع المستقبل. شركة بيتر هاوس التي رأت ان مدينة الجلالة هي المستقبل والمدينة العالمية القادمة بقوة، فيجب انتهاز الفرصة والاستثمار بها. شركة بيتر هاوس ومشروعها العملاق منتجع فيدالا الجلالة في قلب مدينة السحر والجمال، مدينة الجلالة. منتجع فيدالا يعد من أهم وأكبر المشاريع، ويتميز بموقعه الجغرافي الفريد الذي يقع على الكورنيش الجبلي
لمدينة الجلالة على مساحة 56 فدان وارتفاع 750 مترا عن سطح البحر بجوار جامعة الجلالة وعلى بعد خطوات من التلفريك. ينقسم المشروع إلى فيلات وشاليهات تبدأ من 55 مترا إلى 130 مترا. في الآخر يا رب أكون شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط. أنسب حاجة هي الاستثمارات العقارية، وأنا برشح لحضرتك ده لأن خلي بالك العقارات هو السوق الوحيد اللي ما تمش ضربه في ظل التعويمات الأخيرة دي. لا، العقار أو سوق العقاري مسك نفسه وقدر إن هو يعدي من الأزمة بشكل كبير. آخر حاجة عاوز أقولها لك إن لحد دلوقتي ما رفعوش السعر بعد الدولار ما ارتفع سعره، بالعكس هم شغالين بالأسعار القديمة لفترة محدودة جدا. لو حابب إن أنت تستغل الفرصة وتروح تشتري دلوقتي هو أنسب وقت مشروع فيدالا. يا رب أكون شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب انصر مصر، ويا رب انصر العرب، وتحيا مصر. سلام. محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين.